حرم مكة هو تلك العلامات البارزة التي أحاطت بهذا البيت، فأصبح ما بين تلك الحدود البارزة الظاهرة والكعبة هو هذا الحرم. نعم. وهذه الحدود هي تحيط بمكة من جميع جوانبها، فإذا هي تلك العلامات البارزة الظاهرة التي حددت حد الحرم من الحل، فأصبح كل ما هو من جهتها إلى الكعبة فهو حرم، وكل ما هو من جهتها خارج الكعبة فهو حل.